على هذا الشيء خصنا دائما نراقبوا تحليل وحده ما نبنيوش عليها من عندنا تحليلات او ثلاثه او اربعه. حنا يهمنا اذا كان عنده الخشبه اكثر يعبر في الصباح، يعبر قبل الاكل بعد الاكل، ويعبر مع العشره، يعبر عوده قبل الغداء قبل مثلا بعد الغداء، ويعبر في العشيه. كل ما كانت توفرت لنا الخشبات كل ما نعبروا بزاف، وكل ما كنضبطوا باش كنعرفوا الحاله ديالو اما كيطلع امتى كيطلع السكر امتى كيهبط. ما ناخذوش قرار متسرع غير نشوفوا طلع السكر نمشي نجري ندير شي حركه نضيف له الانسولين، وانا عارف هذاك التحليله ربما تكون خطا في التحليله. الا كان عندي الخشبات يمكن نكرر التحليله باش نضبط على الاقل باش نتاكد يكون عندي يقين انا التحليله طالعه ما يكونش لي تسرع. والملاحظه ديال الاب للطفل تاعو كتكون ظاهره، زعما مع انسان كنولف الدري ديالي ولدي كنشوفوا الطبع ديالو واش كان تغير في السلوك ديالو. التحليله بوحدها هي مزيانه ولكن ما نبنيش عليها، خصني نعم نقدروا نلقاو الاسيتون اللي كيدير السكر بزاف في الدم. الاسيتون يعني كيعطينا علامه لان السكر طالع بزاف في الدم، وراه بدا داك البروتينات الحامض البروتيني اللي ناتج على السكر طالع كيدوز في الاخر. هذوك ضروري خص حاله مستعجله، خص ما خصش الا كان الاسيتون من الاحسن الاعراض ديال ارتفاع الاسيتون. الاسيتون هو كيكون ديجا السكر طالع بزاف كتبدا في حاله الغيبوبه. حنا قبل نوصل الغيبوبة ما نخليوش توصل الغيبوبه، ندير بعدا واحد القسط ديال الانسولين السريعه ماشي، ونمشي قسم المستعجلات ماشي باش تشوف. لان ديك الساعه خص الانسولين اوردينار ولا الانسولين اللي كمل باللون الاصفر ديك الصفراء ماشي، وبدرجات كل ساعه كندير واحد المقياس باش نهبط الاسيتون باش ما يدخلش الطفل في الغيبوبه. اي راه عندك علامات بلي السكر طالع بزاف وكتعطيك كاين اللي كيهبط ليها السكر ولقاو عندها الاسيتون. الاسيتون هذيك متى كتكون؟ هذيك عندها علاقه بالاكل ماشي، هذيك ما نخافوش منها. الا كان عندها بالعقل بعض المرات غير كنعطوه الماكله كياكل الاسيتون كتخف، ولكن الاسيتون اللي كنتخوفوا منها ملي كيكون السكر طالع بزاف. هذيك العلاج تاعها هو الانسولين السريعه. الاسيتون راه غادي يدخل الطفل في الغيبوبه، راه علمات بلي الطفل غادي يدخل في الغيبوبه. خصني نسرع في اللي عندي الانسولين السريعه بعد ندير له حقنه واحد جوج درجات او اربعه ونمشي لقسم المستعجلات ماشي، باش الدري ما نخليش يدخل في الغيبوبه. لان انت تدخل في الغيبوبه كيصعب العلاج، لان الدري ما كيبغيش ياكل لك ماشي، ما كيبغيش ياكل ماشي، ما كيبقاش ماشي، وكيبقى يدخل كيولي كيكزز وكلشي. دوك لي صالات اللي كدير للدري يكونوا حتى هما بالزيت البلدي. واحد الاضافه اللي بغيت نضيف هي النظافه الجسميه والنظافه ديال لونتوراج يعني المحيط، لان عندها واحد الاهميه خاصه بالنسبه للناس اللي مرضين بالسكري. كما تتعرفوا ان السكري تينزل من المناعه ياك، ومن تنزل المناعه وماشي يكونوا ديك الفطريات تيبقاو في الجسم يقدروا يخلقوا واحد المشكل. هذاك المشكل اللي تيستعصى على الجسم انه يقاوم هذيك الفطريات وهذيك الميكروبات، وهذه يعني انسان لا بدا النظافه الجسميه كل مره، والمحيط حتى هو داير عينه، وخصيتو الرجلين سيرتو الاقدام لانه هما اللي تتعرضوا اكثريه لهاد المشاكل. والكزيما خد عندك شي سؤال بالنسبه للرياضه مثلا، اذا كنتي باغي تمشي باش دير الرياضه واش خاصك ولا بد تاكل الحلاوه قبل ما تريني ولا حتى من بعد؟ الرياضه بالنسبه للطفل اللي كيعاني من السكر قلنا قبيله يقدر يمارس الرياضه كيما بغى، غير ما هو خصو ياكل عادي فهمتي، وياكل واحد الماكله اللي غادي تسمح ليه انه يمارس هذاك المجهود ديالو يعني بلا ما يسخف، ويكونوا دي سكر لون يعني شي حاجه اللي السكر اللي كيتحلل بطريقه ماشي سريعه، يعني في عوض ما يشرب شي حاجه اللي حلوه ياكل مثلا شويه الروز ولا شويه سباغيتي ولا شي حاجه اللي غتقدر تشد ليه واحد ساعتين ولا ثلاثه بلا ما يطيح في ليبوغليسيم. وبالنسبه للقضيه اللي صارها مهمه ديال الاقدام، يعني الصباط ما خصوش يكون صغير على رجل، يعني ضروري مثلا اللي كيلبس 28 خصو يشري صباط ديال 29 فهمتي، ديما نمره زايده، لان الا تجرحات الرجل ولا هذه ولا سيكاتريزاسيون كتكون معطله هذا كيخلق مشكل للدري ديال مريض السكر. شو رايك
لانه كاين بعض المواد اللي فيها لانديس غليسيميك كما كيسمى نسبه السكر طالعه ممكن نستعملوها ولكن بكميات بسيطه. ذكرتي منهم بطاطا خيزو خصوصا اللي كيكون طايب قطنيه بصفه عامه بحال الجلبانه الفول بحال الامور هذه كتكون نسبه ديال الحلاوه ديالها نسبيا طالعه ولكن ممكن نستعملوها غير ما تكونش هي الاساس هذاك الوجبه اللي غادي نديرو يكونوا خضار اخرى متنوعه وتكون شويه من هذه وشويه من هذه ما كاين حتى باس. وعاد كنجيو للرقم جوج اللي هما الحبوب بصفه عامه اللي كنهضر على الحبوب ما كنديرش غير الزرع حتى الفرينه حتى الذره حتى الشعير حتى هذه كلها حبوب ما كنهضرش غير الخبز حيت كاين حوايج اخرى مصنوعه من الحبوب اللي هي السميده بالبوله لي بات هذو كلهم تهم مصنوعين من الحبوب يعني ملي غادي ندير الجبه فيهم هاد الامور هادي خصني ندير معاها خضره ما نستعملهاش بوحدها ندير شويه لي بات شويه ديال الخضره حيت الانديز غليسيميك ديال هاد لي بات غادي يكون طالع ماشي مشكل الحمل الانديز غليسيميك ديالو بسيط ماشي مشكل غير انه ما تكونش ما يكونش هو البرينسيبال ديالي فيه هاد المعجنات او فيه الخبز كثير او فيه دائما الخضره باش الطفل يشبع المعده ملي كتوصل لواحد الكميه معينه كتحس بالشبع كتوقف اللي عطيتيها خضار غتحبس عطيتيها الخبز غتحبس ولكن عطيتيها الخضار ما طلعش السكر بزاف والعكس صح لو كاين بعض المواد اللي فيها لانديس غليسيميك كما كيسمى نسبه السكر طالعه ممكن نستعملوها ولكن بكميات بسيطه ذكرتي منهم بطاطا خيزو خصوصا ملي كيكون طايب قطنيه بصفه عامه بحال الجلبانه الفول بحال الامور هذه كتكون نسبه ديال الحلاوه ديالها نسبيا طالعه ولكن ممكن نستعملوها غير ما تكونش هي الاساس هذاك الوجبه اللي غادي نديرو يكونوا خضار اخرى متنوعه وتكون شويه من هذه وشويه من هذه ما كاين حتى باس. وعاد كنجيو للرقم جوج اللي هما الحبوب بصفه عامه ملي كنهضر على الحبوب ما كنديرش غير الزرع حتى الفرينه حتى الذره حتى الشعير حتى هذه كلها حبوب ما كنهضرش غير الخبز حيت كاين حوايج اخرى مصنوعه من الحبوب اللي هي السميده بالبوله لي بات هادو كلهم تهم مصنوعين من الحبوب يعني ملي غادي ندير الجبه فيهم هاد الامور هادي خصني ندير معاها خضره ما نستعملهاش بوحدها ندير شويه لي بات شويه ديال الخضره حيت الانديز غليسيميك ديال هاد لي بات غادي يكون طالع ماشي مشكل الحمل الانديز غليسيميك ديالو بسيط ماشي مشكل غير انه ما تكونش ما يكونش هو البرينسيبال ديالي فيه هاد المعجنات او فيه الخبز كثير او فيه دائما الخضره باش الطفل يشبع المعده ملي كتوصل لواحد الكميه معينه كتحس بالشبع كتوقف اللي عطيتيها خضار غتحبس عطيتيها الخبز غتحبس ولكن عطيتيها الخضار ما طلعش السكر بزاف والعكس صحيح. نعم اوندي عايزين ناخذوا بلاش شد المرض السكر قبل ما ينعس خاصو يغسل رجليه ضروري. النظافه بصفه عامه محموده ماشي غير مرض السكر عن جميع الناس بحال اللي قال لكم الحاج بالحبز اولا ديننا الاسلامي كيحثنا على النظافه ولكن حيت مريض السكري عنده مضاعفات ممكن تصيب الاطراف بحال اللي قلت لكم قبيله الاطراف ديالو خصو ماشي غير يغسل رجلو يغسلها ويراقبها لا تكون فيها شي نبشه ولا شي جرحه ولا شي اي حاجه بسيطه خصو يبتر بها ما يخليهاش حتى توصل للمضاعفات واعره ماشي غير رجلو اللي خصو يغسل الاطراف ديالو كاملين ومن ينساش السنينات